السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا بكل مكان. الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعطيك الصحة والعافية أم الحجية. الله يعافيك حبيبي. السلام عليكم حبايبنا، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية وسلامة ورزق إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين تكونون بخير وألف صحة وسلامة إن شاء الله. أم الحجية شو هنسوينا اليوم؟ اليوم راح أسوي مرقة الكاري. مرقة الكاري؟ هاي المكونات قاعدة أباع عليه، يعني هاي كلهم المرقة الكاري؟ إيه. والله عم زين. زين حبايبنا خليكم ويانا، خلي افطر مني ام الحجية ونشوف المكونات ونبلش بمرقة الكاري. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف شنو المكونات حجية، قولي لي وحده وحده. هنا خاشوقتين كريمة. زين. هنا خاشوقتين معجون طماطم. اي. هنا خاشوقة وسط كاري. هنا بابريكا نص خاشوقة صغيرة. هنا ورق غار. هنا زنجبيل. هنا طبعا هاي غني عن التعريف. اي الفلفل البارد الالوان. ايه. زي. هذا كله بارد يعني. ايه. هنا بصلاية وسط. ايه. هنا خاشوقة وسط ملح. هاي هنا أربع سنون ثوم. زين. تم عندنا شقد؟ تم هنا كل واحد حسب العائلة مالته، بس هي هاي ثلاث كوابة. ثلاث كوابة. ايه. هاي هنا خاشوقة كبيرة ملح. خاشوقة صغيرة هيل. حلو هي. ممتاز. زين أول شيء شو حنبلش؟ راح نبلش بهاي الكمية. خليها على النار طبعاً، وكيلو وربع دجاج هاي هنا سالكته. هاي هنا كيلو وربع دجاج ويا داسين عودان. زين. وملح وهاي هي. حلو ممتاز. زين شو حنبلش هسه؟ اول شيء المكونات نجيب، نخلي الزيت طبعا الدجاج هم حامسته. اي تحمسينه وبعدين تسرقينه مو؟ اي اي بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. والله المنظر مالتنا روعة، كلش حلو الألوان. هاي الهيل خليه ويا التمن. ويا التمن هذا الهيل؟ الملح هذا؟ الملح اي. ويا التمن ذني؟ اي. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلي البصل. خذ الثوم، خذ الزنجبيل، الفلفل، ورق الغار، هاي البابريكا، هاي البابريكا هم حلوة بس الكار شوي بيها حروقة حار. هاي الكريمة مالت شنو؟ الكريمة مال باكيتات. مال باكيتات؟ اي. يعني شنو اسمها هي؟ كريمة حلويات لو كريمة ايس كريم لو كريمة شنو طبخ؟ شو اسمها يعني؟ كريمة طبخ. كريمة طبخ. اي. نعم. بس هيك خلينا كل المواد
هاي الملح. هسه راح نخلي الدجاج. جانا جو شاي هيك؟ لا لا زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يعني طبخة بسيطة وسهلة وما تكلف يعني. هذا. هاي هنا أنا. هاي الدجاج. بس ايش خلصنا المكونات كلها مو؟ ايه هسه تستوي على راحتها. حلو جدا خليها هي تقريبا. بس تفور نصيحة على الوسط. ايه. ايه خليها حال ما تستوي زين اللحم. خلاص خليها تستوي زين. انا ما خليتها يستوي كلش. ايه الدجاج. السلق. نعم. الدجاج. زين يعني نشوف ان شاء الله نخليها نص ساعة او ساعة ما اعرف انا لحد ما تخلص المهم ونرجع لكم بهاي الحالة. زين بلتنا هاي ايش راح نسوي؟ راح اسوي التمن. راح اسوي التمن زين تدعين للمتابعين لو مدعين هواي طبعا. طبعا نص صبح جو المطر. ايوه المطر اليوم طبعا اليوم راح اشوفهم هم بالشوط مال المي الشوط مال المي ها يلا راح اشوفكم اي والله صدق الابتسامة حجية حجية ما شاء الله الضحكة مالتها ترد الروح تخلي الواحد شنو دائما يتفائل بالحياة طبعا هاي هنا بخليها دني جداري زين بلاستيك دني طبعا انت رسم مي فتقرا عليهم قران ونشرب من عندهم تخليهم ببطاله فان شاء الله بيهن الخير والبركه مثل ما تشوفون حبايب الجو شلون مغيم ومطر وهواء وبرد فان شاء الله بجاه هذا المطر رب العالمين يرزقنا ويرزقكم ويرحمنا ويرحمكم ويبارك بكم وبعماركم ويخلي لكم اهلكم ان شاء الله يا رب العالمين فهسه عيني حبايبنا نرجع يم ام الحجيه ونشوف باقي الترتيبات مال المرق الكاري رجعنا لكم حبايبنا ويا ام الحجيه شنو هسه الترتيب قاعده بدها تفور راح اخليه على هاي العين هاي الصغيره واسوي التمن حلو طبعا حبايبنا هذا الفطور طبعا الساعة هسه بعدنا بالاربعة باقي تقريبا ساعة ونص ويأذن المغرب لان الحجية والحجة صايمين هم يصومون شو اسمه اثنين وخميس اثنين وخميس طول السنة يعني زين الفطور ان شاء الله هسه راح انص الطبخ جواها نعم عن ما اسوي التمن غسله زين بسم الله هات ما قلت لي اكو عندهم يعني اكو يعني نقعو نقعو اكو ينغسل غسل مو صحيح؟ كل واحد حسب ما هو متعود يعني اي نعم كل شيء تعويد صح هسه هاي علينا الطباخ هسه نخلي زيت كل واحد حسب ما هو يحب هاي الزيت الدهن هاي الهيل خاشوقة صغيرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
فطر انا اللي يريد يخلي شعري يخلي شعري عادي، واللي ما يريد كيفه. انا المعلومه اللي اتذكرها اقولها يعني بس. واللي يريد يخلي هالي يخلي، واللي ما يريد نفس الشيء يعني عادي. نعم. هي طيب وهي طيب. ما شاء الله ما شاء الله. شلون ريحة؟ والله ريحة غير شكل حجي، يعني تعبت نفسيا. شوفي ما قاعد اقدر احكي. زين. هاي مي حارة. اي. لما يشتم هاي الروائح صراحة بعد ما يقدر يحكي، بس يقدر يصور. ما اصوركم هذا همي. هاي الملح. بس ارجع لك حجية الملح. بس خلينا نشوف شوية دهن حر. العين ما شايف هذا الدهن الحر بالحلقة مالته موجودة بالجسم. والله نسوي دعاية للدهن الحر. تفضل حجية. هاي الملح. بس هاي نخليها لحد ما تيجي تنشف ونص الطباخ جواها. وهاي الطبخ ناصي هذا جواها ميل لو مو ناصي؟ لا مو ناصي، بس هي العين صغيرة. هاي العين صغيرة زين. ناصية شوية. اي بس هذا النصي يعني مو صحيح؟ اي. طيش الصحة والعافية يا ام الحجية. زين يعني خلينا شوية نرجع لكم ويا امي، بس بقول ما هي شو نقول للحجية في الدعاء؟ ايش من عندك حجية للمتابعين؟ الله سبحانه وتعالى يرزقهم ويعطيهم ويسعدهم ويهنيهم ويعطيهم مرادهم كليتهم. بجاه هاي الايام الفضيله ان شاء الله يا رب العالمين بهاي الابتسامه الحلوه ان شاء الله ماجوره يا حجيه ودعائك واصل. انتم من حبايب ندعو لنا ونرجع لكم ويا ام الحجيه وانطونا شويه ونرجع لكم ان شاء الله. ان شاء الله رجعنا لكم حبايبنا ويا امي الحجيه. طبعا مرت نص ساعه بالضبط. بالضبط اي ما شاء الله الريحه والله ريحه يعني شو اقول لكم تخبل تخبل والله العظيم ريحه مو طبيعيه. هاي التمن. هاي التمن. لا بس ما شاء الله يعني شوف التمن هم ريحته الكاري مرقر كاري الريحة مالته والله العظيم فتشي خرافي يعني صيحة مباشرة روح سووها والله العظيم فتشي مو طبيعي. هسه راح اطفي الطباخ. زين. جو المرق وهاي جو التمن. التمن. هسه راح شو راح اسوي؟ هسه راح اخلي بالمواعين. بالمواعين. بسم الله الرحمن الرحيم. راح تخلي لي بس ايدي يعني ما صايم هم صايمين فانا شنو يعني اتذوق. لو تريدين ويا الفطور اكل وياكم تعالوا كل ويانا بس اتذوق قدامهم حتى تنطينا رايك. اي ما احب اكل قدامك وانت صايمه يعني. لا لا عادي ولا دير بالك متعودين متعوده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الكريم. منك منظر روعة والريحة تخبل وشغل عدل ومرتب بس شنو عيني التذوق بس عيني التذوق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الريحة غير شكل واني جوعان وراح اذوق قدامكم لقمة ورا ما نخلص الفيديو نطيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الملحة مالتها غير شكل. شو الطعم؟ الطعم يخبل. والله الطعم رهيب. هسه هنا حار هو الدجاج بس اريد اشير تذوق شوية. فتقطع هيك شيء مستوية كلش. لا الوقت مالتهم كلش زين. والله كلش مستويات. والريحة والطعم كلش حلو كلش طيب. يعني نصيحة قبل روح اسووها عشان تشمون. ايدك حبيبي. ان شاء الله تجربونها وتنجح وياهم
ويجعل هاي السنه سنه خير عليكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين، مثل ما قلت لكم ام الحجيه، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا وياكم تاكلوها بالف عافيه. يعني هي بسيطه وسهله، يعني ما ادري ايش هي وما تطول، يعني كل العمليه اخذت لها ساعه يعني. فان شاء الله اشوفكم فيديو جديد مع تحياتنا قائد الفريق ام الحجيه، وانا ابن محمود من استراليا، وفي امان الله. السلام عليكم. مع السلامه.